أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبًا بكم في جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. والبداية اليوم مع مجلة عين المدينة والتي نشرت مقالًا تحت عنوان "وعليكِ عيني يا دمشق" قالت فيه في العاصمة تبدو خلاصة أساليب النظام في التعامل مع الثورة مركزة وصافية في حين تظهر أجزاء من هذه الأساليب هنا وهناك على الأراضي السورية. بحسب ظروف كل مدينة أو بلدة ومن هنا فإن قراءة أدائه في دمشق يمكن أن تقود إلى تحليل متكامل لما يفكر فيه وما يطمح في الوصول إليه بحسب النهاية التي يأمل فمن جهة أولى يجمع النظام في دمشق بين التناقضين غريبين كالعادة أولهما ادعاء استمرار الحياة الطبيعية ضمن الخطاب الوطني الجامع لسوريا الموحدة تحت سلطته وثاني هذين التناقضين ان النظام لم يستطع ان يخفي وجهه الطائفي اذ لم يجد بين ابناء هذه المدينه ما يكفي من المتطوعين لاستخدامه ضمن تشكيلات جيش الدفاع الوطني او كتائب البعث كما جرى في بعض المدن الاخرى فزج بقاعدته من العلويين القاطنين في احياء عديده على اطراف المدينه غالبا وببعض شيعه المدينه نفسها في مسيرات تأييده اولا ثم باستخدامهم في الحواجز التي صار عددها هائلا ثانيا ومن جهه اخرى يبدي النظام اشرس اساليب قمعه للحفاظ على العاصمه من خطر محيطها الثائر بشكل تبدو معه الحواجز مجرد مضايقه سمجه فمن المعروف ان اكبر أعداد الشهداء الذين قضوا بالإعدام الميداني كانت في ريف دمشق. هكذا هي إذن، كما قال بشار الأسد لأحد المقربين منه في الأشهر الأولى للثورة عن المتظاهرين: فليرجع هؤلاء الكلاب إلى بيوتهم، وبعدها أقوم بالإصلاحات التي أراها مناسبة. إنها معركة إخضاع بكل الوسائل الممكنة. من قتل وتدمير وتجويع ثم فليعد السوريون للعيش ضمن الكذبه الكبرى عن الحكم الوطني المستعد للعفو عنهم اذا صدقت توبتهم ورجعوا الى تقديس البوط العسكري الطائفي على حد وصف الصحيفه. اعزائي المشاهدين بالانتقال الى موقع الجزيره نت والذي نشر مقالا لغازي دحمان. تحت عنوان سياق سوريا الغربية قال فيه يدرك بشار الأسد والزمر الملتفة حوله استحالة استعادة حكم كامل سوريا من جديد وربما لم يعد هو نفسه راغبا في حصول مثل هذا الأمر فثمة عوائق عدة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل أي سياسي عقر السياسة وعرف مقتضياتها واستحقاقاتها يعرف صعوبه هذا الامر فلا الرصيد العسكري المتبقي للنظام يسمح له بتحقيق حلم استعاده بلاد بحجم سوريا وامكانيه ضبطها وادارتها سياسيا واجتماعيا ولا قدراته الاقتصاديه تتيح له اعمار ما تخرب الغريب ان اغلب التقديرات والتصورات الاستراتيجيه عن مالات الازمه السوريه تلحظ امكانيه حصول التقسيم في سوريا كواحد من ابرز السيناريوهات القادمه غير ان اغلب تلك التقديرات تذهب الى تصور بات يمكن وصفه بالكلاسيكي لكثره شيوعه والذي يقوم على تقسيم سوريا الى ثلاثه اقاليم او دول دوله علويه ودوله كرديه ودوله سنيه ويضيف الكاتب المشكله في هذا التقسيم الذي قد يكون مناسبا للاكراد والعلويين انه لا يصلح في الحاله السنيه ذلك ان استراتيجيه نظام الاسد المدعومه روسيا وايرانيا تعمل على تمزيق البقعه الجغرافيه السنيه وقطع طرق التواصل فيما بينها بمعنى تحويلها الى معازل منفصله مشتته في شمال وجنوب وشرقي سوريا وختم الكاتب بالقول النتيجه ان المؤتمر الدولي الذي يراد عقده في جنيف لن يكون سوى محاوله لتعزيز السياق الجيوسياسي والمصالح الاقليميه والدوليه المتشابكه التي تسعى للتاثير في مسارات التفاوض الهادفه الى تفكيك الازمه ظاهريا وتركها تتشكل وفق دينامياتها الخاصه وقدراتها على انتاج نفسها اعزائي المشاهدين نقرا في جريده العرب اللندنيه مقال للكاتب خير الله خير الله تحت عنوان العرب واداره اوباما مشكله تتجاوز الغباء قال فيه تتجاوز المشكله القائمه بين العرب عموما والاداره الامريكيه حاليا الغباء والاصابه بالعمى انها ليست مشكله غباء فقط لذلك ليس كافيا في اي شكل نفي وزير الخارجيه الامريكيه او الامريكي جون كيري هاتين الصفتين عن السياسه التي تعتمدها بلاده تجاه الشرق الاوسط، خصوصا عندما يتعلق الامر بصفقه ما مع ايران. باختصار شديد، يحتاج العرب الذين يعتبرون انفسهم من دون خجل حلفاء لامريكا الى سياسه تتسم قبل اي شيء اخر، بالوضوح. فالمؤسف أولا أن إدارة أوباما لا تفرق بين العرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، إذ وضعت كل حلفائها في سلة واحدة. مثل هذا التصرف لا يدل على غباء وعجز عن الرؤية الثاقبة فحسب، بل يدل أيضا على وجود عقل تبسيطي في واشنطن لا يعرف شيئا عن إيران وممارساتها من جهة وعما يعاني منه العرب في العمق من جهة أخرى. وتساءل الكاتب ما الذي يريده العرب من امريكا؟ الجواب بكل بساطه ان ثمه مخاوف حقيقيه من سياسه من سياسه امريكيه لا تعي ان المشكله مع ايران لا تقتصر على البرنامج النووي وعلى وجود محطه بوشهر في منطقه اقرب الى الضفه العربيه من الخليج من التجمعات السكانيه الايرانيه. في النهايه إذا كانت الإدارة الأمريكية تسعى فعلا إلى تفادي الظهور في مظهر الإدارة الساذجة التي لا تعرف شيئا عن الشرق الأوسط فإن الخطوة الأولى التي يفترض بها تتمثل في التمييز بين الموقفين العربي والإسرائيلي من إيران أعزائي المشاهدين بالانتقال إلى موقع هابرلر الإلكتروني التركي والتي والذي كتب عن الحكومة السورية المؤقتة تحت عنوان المعارضة تشكل حكومتها والأكراد يعلنون إدارة انتقالية أعلن أحمد طعم رئيس الحكومة المؤقتة أن العنوان الرئيسي لعمل حكومته سيكون إرساء السلم والأمن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والتلبية الحاجات المعيشية للسكان وقال طعمه في كلمه القاها في اسطنبول غداة اعلان تشكيل الحكومه الانتقاليه ان حكومته ستكون حكومه عمل لا حكومه كلمات ومن اولى مهماتها نشر الامن والسلم الاهلي في سوريا المحرره وتلبيه الاحتياجات المعيشيه للانسان. واختار مندوبو الائتلاف الوطني ثمانيه وزراء يعملون مع رئيس الحكومه المؤقته ومع هذا لم يتفق ممثلو المعارضه على مرشحين لحقائب الداخلية والصحة والتعليم، ويأتي الانتخاب بعد ساعات من موافقة الائتلاف المعارض على حضور مؤتمر جنيف اثنين، وذلك في حال استبعاد أي دور للأسد في أي سلطة انتقالية، كما طالبت المجموعة بضمانات لوصول المساعدات إلى المناطق المحررة، وإطلاق سراح المعتقلين، ومن المتوقع أن يمارس الوزراء مهام عملهم من مدينة غازي عنتاب التركية. ويجرون زيارات الى المنطقه الخاضعه لسيطره المعارضه اذا اقتضت الضروره. من ناحيه اخرى اعلن الاكراد في شمال شرق سوريا في بيان الثلاثاء تشكيل اداره 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 مدنيه انتقاليه لكن مجموعات كرديه كبيره لم توقع هذا البيان وبموجب هذا القرار تقسم المنطقه الكرديه في سوريا الى ثلاث مناطق. يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلين في المجلس الاقليمي العام واعلن البيان تشكيل الاداره المدنيه الانتقاليه لمناطق غرب كردستان سوريا واوضح ان مهمه الاداره المرحليه هي اعداد قوانين الانتخابات المحليه والتحضير للانتخابات العامه واقرار القوانين بالاضافه الى القضايا السياسيه والعسكريه والامنيه والاقتصاديه التي تعيشها المنطقه وسوريا. لكن عدم التوافق والاجماع على هذه الاداره الجديده يلقي بظلال من الشك على قدرتها على الاستمرار. وتدير المناطق الكرديه في شمال سوريا مجالس كرديه محليه ويمثل الاكراد نحو 15% من تعداد الشعب السوري. اعزائي المشاهدين بهذا نصل الى ختام جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافه. الى جولات اخرى اشكركم على حسن اصغائكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته